السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد العزيز حسن من موقع خدمات ويب دوت كوم. في حال وجود أي استفسار على الدروس اللي احنا بنعملها، كل عليك انت تخش على الدرس تدوس اطرح مشكلة قابلتك في التطبيق، حط مشكلتك وان شاء الله نقدر نساعدك توصل لحل. الدرس اللي فات احنا وقفنا لحد ما تقريبا خلصنا السلايدر، عايزين بقى نضيف شوية لمسات عليه كده بسيطة. تمام. طيب اول لمسة، احنا اتفقنا ان المساحات عندنا كلها هتبقى واحدة، فانا محتاج ان انا اتاكد ان المساحه اللي بين بسم الله الرحمن الرحيم و التكست ده نفس المساحه اللي بين تكست و زرار. تمام. طيب قبل ما ابدا، بس في نقطه صغيره دلوقتي. التكست ده انا عايز بس اكبر المسافه اللي بين السطور شويه، تبقى شويه كبيره، وعايزها تبقى الخط اكبر شويه، خلي 18 18 كبير، ممكن نخلي 16 بحيث يبقى شكله كويس. وبعدين هاخد نفس الجزء ده كده اللي هو المربع اللي احنا بنقيس بيه دايما، اتاكد دايما ان كل المسافات عندي نفس الفكره، واروح على البوتوم بتاعي واقوم جاير البوتوم بتاع الجزء ده بشكل بحيث يبقى كل حاجه عندي متوازيه. تمام. بس هي في نقطه صغيره، بس عايزين نصغر المسافه دي شويه عشان يبقى الشكل شويه انضف. تمام. هنجيب برضو بعد ما عدينا هنجيب المخ ده كده. طبعا ده افضل حل ان انت تقيس مسافتك، يعني بتطلع مسافة مظبوطة 100% يعني. تمام. طيب فاصبح كده الدنيا تمام. عايزين نصغر شوية الزرار ده بحيث انه يبقى على قد القصة دي. تمام. طيب نصغر العرض بتاعه شوية، طبعا هصغر من تحت مش هصغر من فوق عشان واحنا قيسناها خلاص، مش عايزين نقعد بقى نوعها تاني. هدوس على مور والكروس نتأكد ان هي 100% في السنتر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. تمام. بعد ما اخلص تعديلات عندي، هبدا ادوس على الكونتنت سلايدر وادوس على الباك جراوند بتاعتي عشان اعمل له في النص بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طيب انا عايز اتاكد بس من الجريد بتاعي. ده انا عندي مشكله في الجريد هنا. شايفين التكست؟ بصوا هنا، هنا مفيد في يعني تقريبا هو داخل في تاني كولوم في جريد، هنا هو تاني كولوم اهو ده فاضي. تمام. فهي مش كده، مش في السنتر بالظبط. تعال نجيب السلايدر ده كده وندخله شويه كده كده، تقريبا هو في السنتر تقريبا بالظبط، يعني في السنتر بالنسبه للجريد. تمام. اوكي كده الدنيا مظبوطه. نخفي ده كده. اوكي انا ممكن اخلي الزرار ده لونه اصفر افضل عشان يبقى شويه السكريبت فيه حياه كده، يعني طبعا هي تبقى طبعا تخليها صفر عشان تبقى شكلها انضف شويه. اوكي اللون ده كويس. نفس الكلام بالنسبه للبلس. اوكي كده كده الموضوع شويه في شويه حاجه. تمام. ممكن طبعا نيجي هنا في مثلا نقولها مثلا الدرس الاول مثلا، اعلم على كله واخلي كله يبقى نفس مع الفونت. خلي الجزء الأولاني ده لونه أصفر بحيث إن هو يبقى فيه حاجة مميزة برضه بالنسبة لي. ممكن تخليه لونه أحمر حسب ما أنت عايز بقى، يعني الحتة دي بقى النقط دي أنت هتظبطها مع ال العامل ليه دخل فيها شوية مع الشغل بتاعك يعني. سوري مبغيرش ليه، انا عمال اغير في حته في عمال اغير في الـ في الباك جراوند هنا، المفروض اغير هنا. هاخد بس الدرس الاول دي احطها في ليه منفصل عشان اعرف
تتحكم في الفونت بتاعها بشكل أنظف شوية. يبقى اللي هو اسم الدرس أو رقم الدرس بشكل فصل، أو ممكن نشوف فونت تاني. شكله مختلف بس مش شكله برضه حلو مش وحش. حلو ده. حلو. بس طبعا عايزين نكبر الفونت شوية. بالشكل طبعا دول كده مع بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد لهم جروب نسميه تايتل، والتايتل ده هيبقى برضو alignment مع الجزء اللي انت شايفينه ده كده، تمام؟ وطبعا كله هيبقى alignment مع البوتوم بالشكل ده كده. احنا ماشيين مظبوط 100%. عايزين بس نرجعهم بقى السلايدز كونتنت، نرجع زي ما كانت بس كده. ايوه بس كده تمام كده احنا يعتبر تمام. طيب عايزين اخر نعمل حاجه، اخر حاجه في السلايدر اللي هو ال اللهم صل محمد الاسهم. في سهم هنا شكله كويس. في هناك حاج ناخد السهم ده مثلا، نبدأ نعمل هنا كده مثلا. أكيد طبعا هو بر في الجريد يعني مش بره. تمام تعال نقول له مثلا هنا هناخد ال ال الجزء ده كده نعمله بالشكل ده كده 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 مثلا. نتأكد بس إن هو في نفس ال في نفس القصة بالظبط. ماشي كده تمام مش محتاج. طب هرجع الجريد ده، ممكن بقى نخلي ده لونه حسب ما احنا عايزين بقى. خلي الاصفر، لون الاصفر كان كويس عليه. طيب هناخد منه ده كوبي، اقول له كنترول تي وكليك يمين عليه واقول له فليب هورسنتال عشان يبقى عكس، واسحبه وانا ده شيفت عشان يبقى في نفس المسار بالظبط. بس كده مسا مسا. تمام هعمل كل جروب لدول نسميه اروز مثلا، وهم دخلهم مع الكونتنت سلايدر كونتنت. بعد كده هو عامل بقى كل دول كده جروب واسميه سلايدر بالشكل. فاصبح انا عندي دلوقتي حاجه اسمها سلايدر اقدر اظهرها واخفيها بالشكل ده، وادي الشكل النهائي بتاعي زي ما احنا شايفينه. طبعا دول مالهمش دعوه اصلا، دول احنا عاملينهم كده بس عشان الموبايل يبقى باين عامل ازاي. ادي الشكل النهائي بتاعي كويس. يعني نقدر نديله مثلا 7 على 10. طبعا بالنسبه لوقت الدرس وبالنسبه لان مفيش يعني الموضوع بيبقى محتاج وقت شويه عشان تعمل فكره كويسه يعني. تمام هي بس احنا ممكن اللون الاصفر ده مش لذيذ يعني. انت تفضل على فكره وانت شغال تبدا تعمل كده يعني، اللي هو لا طب دي ممكن اعمل كذا، طب دي ممكن اعمل كذا، وهكذا يعني. تلاقي واحده واحده كده بتلاقي الموضوع معاك بيبقى شكله احسن يعني، او بتطلع حاجات احسن وبتشوف اكتر والكلام ده كله. طيب ده بالنسبه كان للسلايدر. اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله نقدر نشتغل فيه حاجات اكتر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.